نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الصالحين والمؤمنين والمستقيمين؟ هل بين هذه الألفاظ فرق؟ نعم نعم فيها تفاوت، فيه المؤمن والكافر، فيه أيضا المستقيم والعاصي، فيه العدل والفاسق، الناس مختلفون، مختلفون في إيمانهم وفي دياناتهم في الجن وفي الإنس. نعم، فيه المنافق والمؤمن، فيه العاصي والمستقيم، فيه الفاسق والمعتدل، فيه المؤمن والكافر. نعم.